الاهلي والقطن، وهنا احنا دايما بنتكلم عن الفوز بتاع الاهلي، هل هو بمثابه استفاقه مما حدث في صن داونز، ولا هو ده الطبيعي؟ ما نقدرش نرسم خط بياني معين لمكسب النهارده. الجاب كبير قوي ما بين صن داونز وما بين القطن، جاب كبير جدا، ولكن كره القدم مش معادلات، هي اسس هتعملها هتقدر ان انت توصل لاداء جيد. صعوبتها في انك تقدر تنفذ الاسس دي، بمعنى انا بشوف ان كتله فريق الاهلي بتتركز حوالين خط الوسط. كل المباريات اللي الاهلي تالق فيها كان خط وسط الاهلي بيؤدي مهامه بنسبه تصل الى 9 من 10، لان ما فيش في الكره 10 من 10. في مباراه صن داونز تم استخدام خط وسط الاهلي بشكل غير سليم. في مباراه القطن كلمة السر حاجتين، خط الوسط اللي قدامنا اللي هنستعرض ارقامه وبيرسي تاو. ماشي، خلينا نستعرض ارقام الاثنين اللي لعبوا النهارده، في رقم 6 ورقم 8 في خط الوسط. التمريرات 57 تمريره لعمرو السوليه بدقه 86%، وده نسبه عاليه، واستلم الكوره 53 مره بنسبه 100%. تعال نشوف مين اللي لعب جنبه. مروان عطيه مرر 88 تمريره بنسبه دقه 92%، واستلم الكره 75 مره بنسبه 100%. فبالتالي ثنائي خط وسط الاهلي المسؤول عن عمليه تطوير الهجمه، استلامها من خط الظهر وتطويرها لخط الهجوم، نسبتهم في التمريرات تصل ل 90%، نسبه استلام الكره 100%. فما عندكش اي نوع من انواع اللخبطه، ما تخسرش الكره في المناطق الخطر، انت عندك سلاسه في الخروج بالكره. وكان عندك سلاح تاني هو بيرسي تاو للمباراة التانية على التوالي بيقدم أداء سوبر، وهو الاستثناء من مباراة صن داونز. بيرسي تاو لعب 79 دقيقة، أحرز هدف، صنع هدفين، صنع 4 فرص، سدد مرتين منهم مرة على المرمى، التمريرات 34 بنسبة دقة 91%، استلم الكرة 37 مرة برضه بنسبة 100%. تعال نشوف في الملعب الاثنين ورا كل خطورة للأهلي طول المباراة. الاثنين دول اللي هم النقطتين دول، الراجل بيرسي تاو الجناح ولاعيبة خط الوسط. دي خريطة الحرارية لبيرسي تاو، اتحرك في كل حتة في الملعب، في كل حتة في الملعب. وانا بالنسبة لي المهم توغله في العمق، لان بيرسي تاو لعيب ذكي جدا في التوغل من العمق. وبالمناسبة دي مدرسة صن داونز، ده اللي بيتربى عليه اللاعب، لان هتلاقي في صن داونز دلوقتي اللي بيعمل كده كاسوس مايلولا، هو جناحه بيخش في العمق فبيعمل لك اللخبطة اللي بتخليك تبقى انت اوت اوف بوزيشن، وده اللي حصل في الخمس اهداف بتوع الاهلي. دي اول هجمه خطر للنادي الاهلي، بدايتها عند العب الكره مشي الهجمه، بدايتها عند بيرسي تاو. بيرسي تاو هتلاقيه دايما هنا متمركز في الناحيه الدفاعيه، وهتلاقيه دايما ورا الـ 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 الهجمات الخطيره للاهلي، هو ومروان عطيه وعمرو السوليه، لان الكره دي كانت من بيرسي تاو لمروان عطيه لكهربا لاحمد عبد القادر انفراد. مشي الهجمه هنا، عمرو السوليه بيلعب الكره الطوليه، بص هتطلع على طول من الاثنين بتوع خط الوسط لبيرسي تاو اللي بيستلم تاني، اللي بيهيئ لكهربا اللي بيسدد التهديد التاني للاهلي فوق المرمى. هنا مروان عطيه، ثانيه واحده بس نرجع فريم، لان ناس كتير ما شافتش مشاركه بيرسي تاو في الهدف ده. انا هنا بتكلم على نقطتين القوه، ان التمريره من مروان عطيه وتحرك بيرسي تاو اللي في العمق اللي خلق المساحه لقفشه. ماشي بقى الهجمه عشان هنشوفها حتى من الكاميرا بعديها، وده طبعا افرزت الهدف الاول. ماشي الحالات معانا عادي جدا، هتلاقي ان الهدف بالظبط، بص بيرسي تاو نزل فين، المساحه اللي اتحرك فيها بيرسي تاو هي اللي فضيت لقفشه والتمريره من مروان عطيه. فانت البيز سهله، البيزك سهله، خط وسط بيقوم بمهامه بلعيبه متحركه. صحيح، ماشي بقى الهجمات معاك لاخر المباراه، هتلاقي ان دايما دي التمريره بتاعه عبد القادر لبيرسي تاو لكهربا في الشوط الثاني. بقى هنا ثانيه واحده بس، معلش دي اخر حاجه، لان زي ما اشدنا بصن داونز في الهدف الخامس امام الاهلي، وان هو ازاي في 4 لمسات، وقلنا عيب ان الاهلي يستقبل هدف كده، الهدف ده برضه طالع بنفس الطريقه، من عبد المنعم لمروان عطيه، من مروان عطيه لعبد القادر، من عبد القادر لبيرسي تاو، من بيرسي تاو لكهربا. 5 لمسات فقط، لانك عملت المعادله صح. المعادله اللي بيعملها صن داونز باستمرار انت عملتها النهارده صح. فهنرجع لنفس الكلمه، خلي الاستثناء حال. عمار اتفضل. سريعا جدا، بس انا عندي ملحوظه قبل ما اخش، عشان انا معايا كهربا تحديدا هتكلم عليه، بس هو ملحوظه يعني عموما او مؤشر لمارسيل كولر. عموما كولر مدرب جريء جدا، بيغيرش من طريقه لعبه، ودي نقطه انا بشوفها هي رساله جوه الملعب، ان كولر مش هيغير طريقته واجادته. اكيد في عنده اخطاء في مباريات معينه، ولكن الفكره كلها هو الراجل دايما كلامه ادوات،
معايا ادوات هشتغل كويس. النهارده مباراه القطن لا تعبر تماما، هو خصم اقل بكتير جدا من اي خصم ممكن يقابله الاهلي في افريقيا عموما، ولكن احنا مش بنتكلم على حاله القطن، بنتكلم على حاله الاهلي عموما. كولر عموما لعب كاس العالم للانديه بنفس الفكر، دخل مباراه دوري ابطال افريقيا كل الماتشات اللي بره ارضه بيلعب بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، فالرساله هو عايز ادوات عموما. طيب نروح لكهربا، لان احنا لما كنت تفكر بتستعرض صناعه الفرص والاهداف المتوقعه لهجوم الاهلي عموما وترجمه الفرص دي، الاهلي واحد من اكتر الفرق، مش واحد من اكتر، هو اكتر فريق في الدوري بيصنع فرص عموما، وصنع فرص كتير عموما في كاس العالم انديه وحتى في ماتشات افريقيا بيغيم عنه التوفيق. كهربا هو بقى تحول الى مصدر، بدل ما تروح لاي مصادر تانية تشوف الاهداف المتوقعه بتاعت اللعيب او المهاجم وتقيسها عليه وتقارن اجنحه الاهلي بمهاجمين الاهلي، بقى عندك اللعيب اللي المفروض تقول عليه ده مهاجم الاهلي، ده الطبيعي بتاع مهاجم الاهلي. مش طبيعي طبعا، هو يعني فعال جدا وهداف جدا ومتالق جدا الفتره دي، بس النسبه ده اللي المفروض يكون شكل مهاجم الاهلي يجيب لنا الاهداف ديت. ده اللي انت المفروض تقيمه كل نهايه موسم لما يبقى في دوري ابطال افريقيا لعب ثلاث مباريات، واحده منهم كاساسي، اهداف ثلاثه من اهداف متوقعه ثلاثه، يعني نسبه اهي من تسديدات على المرمى سبعه، اربعه منهم على المرمى جاب منهم ثلاثه، من جوه منطقه الجزاء الراجل محاول خمس مرات وصنع فرصه. طب في الدوري والكاس يبقى اجمالا هيبقى سبع مباريات اهو، في أربع مباريات في الدوري والكاس أربع أهداف، من أهداف متوقعة 3.4، من تسديدات 9، 8 على المرمى، من جوه منطقة الجزاء 8. إذا بقى عندك زي ما بيقولوا الريفرنس أو المصدر اللي ترجع له، دي أرقام المفروض تبقى مهاجم الأهلي، المهاجم اللي بيترجم الفرص، ودي تحديدا الحالة اللي أنا هتكلم عليها بعيدا بقى عن الأهداف واللمسة الواحدة وتحركه الجيد جدا كهربا. نقطة اشتغل عليها كهربا مؤخرا وابتدى يشتغل عليها مع مارس الكورة هي الضغط. كولر كهربا دايما مكان اللعيب اللي يحب كرة في رجله، يحبش يروح ابدا يضغط، بيكسل شويه. بقى مع كولر عموما تقدر تشوف النهارده من بدايه اللقطه دي، بص كهربا بيروح على الجون، كمل بقى بالحالات على طول، هو اللي ضغط على حارس المرمى، هتتلعب له الكوره هيروح، دي اخر حاله معايا خالص. بص بقى كهربا وتمركزه بعد ما كان بيضغط وعارف ان هو اوف سايد، انا مش بتكلم على ان الكوره دي تسلل في الاخر، بتكلم على تصرف تقربه وتكنيكه. الكوره هتجيله من السوليه، بص اللقطه اللي بعديها على طول، هو جسمه مش هو كمهاجم عارف ان هو لو خد الكوره دلوقتي ممكن يتكعبل فيها او ما بقاش افضل حاجه. بص هنا باين لك قوي كده عمل ايه في دماغه على طول، وشايف هلعب لعبد القادر من لمسه واحده، ودي الحاله اللي بتفرق لك المهاجم اللي واخد قراره من قبل ما يستعرض، او هو مش خايف يروح يسجل، لا هو بيسجل لو هو منفرد وشايف ان هو يقدر فيها، ولكن هنا كان بيبص لعبد القادر ان هو مهاجم ذكي جدا وعنده الثقه. هننتظر لحد ان شاء الله باذن الله نتيجه مباراه الغد صن داونز والهلال. عندي سؤال سريع عايز اجابه عليه سريع، هل تتخيل انه لقاء صن داونز والهلال يمر بشكل فير بشكل عادل؟ اتوقع ده، وان كان للامانه هو من مصلحته هم الاثنين الاهلي يخرج، ما حدش يتمنى ان الاهلي يكمل معاه في البطوله، ولا واحد فيهم يتمنى ان الاهلي يكمل معاه في البطوله. هي دي النقطه بصراحه، يعني ما حدش يقدر يلوم اي حد عليهم خالص، لان هو في النهايه هم الاثنين عارفين وباقي فرق البطوله. اقدر الومهم لو هما الاثنين هيبقوا متعاطفين. لا مش هما الاثنين، انا بتكلم على صن داونز عموما، انا بتكلم عن صن داونز. اي فرقه من اللي هتصعد دور الثمانيه عايز الاهلي تخرج. مفيش حد في افريقيا يتخيل ان الاهلي لو عدى مش هيكمل. يخرج بشكل شريف مش بشكل 100%. انا بقول لك انا متوقعي اذا احنا بنتكلم كوره، يعني انا توقعي صن داونز. انا ما عنديش مشكله ان الكوره تمشي فير، انا ما انا عشان كده بقول لك، واذا مشيت فير وخرج الاهلي فمشيت فير بالظبط خلاص. لكن انت قصدك في ان زي ما بيقولوا كده كومبينه تتعمل على الاهلي، يعني بين بالاتفاق بين الفريقين. ده السؤال اللي مش هتحصل. لا انا ما اعتقدش، لان ما اعتقدش صن داونز ممكن يعمل. اعتقد صن داونز هيلعب فير، بس هو من مصلحته وفي تفكيره ان الاهلي يخرج. كل فرق افريقيا مصلحتها ان الاهلي يخرج. يعني لو مقرص مثلا ده طبيعي، ما هو انا خلاص متاهل وضامن التاهل وبنسبه كبيره جدا هطلع اول، انا مش عايز اخسر قدام الهلال. بس انا يعني انا اعتقد من القراءه اللي بيتقال هناك ان هم عارفين ان العين عليهم، وهو اصلا صن داونز فريق كوره، هو فريق بيحب يلعب كوره، فانا بشوف ان هو هيلعب بالفول كاباسيتي بتاعته. اتمنى وخلونا نشوف. اتمنى برضه. بشكرك شكرا جزيلا اصدقائي الاعزاء المتالقين دايما. عمر بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتنا. عمر بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتنا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، نشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير، السلام عليكم.